أرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وخاصة من برنامج في المحور، سنقوم خلالها بتغطية فعاليات العيد السبعين لذكرى تأسيس مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، والتي سنغطي فعالياتها خلال حلقتين. نبدأ تغطيتنا في لقاء مع رئيس المخابرات السعودية الأسبق والسفير السعودي الأسبق في الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل آل سعود، والذي سنسمع منه حول مواقف المملكة العربية السعودية من المتغيرات الحاصلة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. شكرا كثير لأعطائنا الوقت اليوم سمو الأمير تركي الفيصل. أهلا وسهلا. أول شيء نبدأ بتقييمك لثمان سنوات لباراك أوباما في الرئاسة الأمريكية، كيف بتقيموها في المملكة العربية السعودية؟ والله ما بعد وصلنا إلى تقييم، لأن الأمور أمور تاريخية، بس بدون شك يعني علاقتنا مع الرئيس أوباما مرت بمراحل مختلفة. في بداية إدارته ألقى كلمة في جامعة القاهرة تكلم فيها عن إعادة اللحمة بين الشعوب العربية والمسلمة والولايات المتحدة التي تأثرت بما سبق ذلك من العمل الأمريكي في العراق وفي أفغانستان وغيرها. فارتفعت المعنويات، وتكلم عن فلسطين بأسلوب إيجابي جدا، ويجب يكون الحل وإلى آخره. فارتفعت المعنويات وصار في همة في إيجاد حل لقضية فلسطين، وكانت أيامها السيدة هيلاري كلينتون وزيرة خارجية، وقامت برحلات عديدة للمنطقة. تعين مندوب خاص لقضية الشرق الأوسط اللي هو السناتور ميتشل، الذي قام بجولات مكوكية وهكذا. لكن للأسف لم يرد من كل ذلك النشاط أي نتيجة، فحبطت المعنويات، وصار في هناك عدم ارتياح أنه موضوع فلسطين لم يلقى الدعم الكافي من الإدارة الأمريكية. ثم انتقلت الأمور إلى الأحداث التي حصلت في ما سمي بالربيع العربي، ومنها أحداث طبعا ليبيا ومصر وسوريا والبحرين وإلى آخره. وكان هناك تصور أنه توجه إدارة الرئيس أوباما جنحت إلى تأييد بعض التوجهات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأخوان المسلمين، إن كان في ليبيا أو في تونس أو في مصر، مما أيضا أثار بعض التساؤلات، خاصة بعد ما حدث في مصر من ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين. وطبعا إيران في المنطقة أيضا، يعني أنا كنت قادم إلى إيران بعد ذلك. في عالمنا العربي أيضا قامت المشكلة في سوريا. الرئيس أوباما من بداية المشكلة أعلن موقف صريح، ورحب بهذا الموقف في المنطقة، اللي هو ضرورة تنحي بشار الأسد عن رئاسة سوريا. لم يتم شيء في ذلك. المعارضة السورية بينما كان هناك دعم شفوي لها، إلا أنه لم يترجم إلى دعم كافي تمام للدفاع عن الشعب السوري في الحقيقة، وليس للتعدي على أحد. فهذا أيضا أدى إلى نوع من التوتر، خاصة على مستوى النظرة الشعبية لإدارة الرئيس أوباما. وأتى موضوع الخط الأحمر والسلاح الكيماوي في سوريا وغيرها من تراكمات أدت إلى تقريبا، أستطيع القول،
إزالة أي أمل لدى الشعوب العربية بأنه إدارة الرئيس أوباما لديها النية أو القدرة أنها تعمل عمل إيجابي في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها من الأماكن. ولكن في نفس الوقت عندما نشبت المشكلة في اليمن مثلا، إدارة الرئيس أوباما لعبت دور إيجابي جدا في دعم المبادرة الخليجية التي أدت إلى الحوار الوطني وتنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة، انتخاب الرئيس هادي لرئاسة الدولة، الدستور الذي وضع لهذه الدولة، وكانت الولايات المتحدة داعمة لهالأمور هذه. وعندما بدأ الحوثيين في احتلال اليمن عسكريا، أيضا إدارة الرئيس أوباما وقفت مع التحالف الذي شكل لإعادة الشرعية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وفي مجلس الأمن الولايات المتحدة أيدت صدور قرار 2216، فكان فيه جانب إيجابي تماماً إيجابي من هال. طب فيما يخص الأمر. قانون جاستا اللي خرج في نهاية قانون جاستا، الإدارة الأمريكية لم ترفض فقط، ولكن حاولت، والرئيس اعترض عليه في صلاحياته كرئيس، وهذا مارس حق النقد. لذلك كيف تتعاملوا مع هالقانون؟ صار أمر واقع. هذا أنا ليس لي خبرة في ذلك، لأني لست في الحكومة، ولكن أعتقد الحكومة لديها لابد أفكار وخطط للتعامل مع ذلك. هو قانون لا يخص السعودية فقط تماما، يعني اسم المملكة العربية السعودية لا يرد فيه. وأنا أعلنت وتحدثت عن أنه انعكاسات هذا القانون على الولايات المتحدة تماما، أنه هي ستنام إذا ما قامت بضربات، ستكون أكبر من أي جهة أخرى يأتيها ضرر من هذا القانون تماما. فهذا عائد للمشرعين الأمريكيين ليعيدوا النظر فيه. طب اليوم نحن قدام إدارة جديدة دونالد ترامب، كيف يعني المملكة العربية السعودية وبرأيك سمو الأمير ممكن تتعاملوا مع هذه الإدارة الأمريكية الجديدة؟ وشو بتتمنوا الملك سلمان الله يسلمه خادم الحرمين الشريفين بعث برقية تهنئة للرئيس المنتخب أوباما، التي ذكر فيها تطلع الملك وشعب المملكة العربية السعودية لاستمرار العلاقات الخوية أو الصديقة بين البلدين، والعمل لإيجاد السلام في فلسطين، في سوريا وفي غيرها من بؤر الاضطراب التي تحيط بنا في المملكة العربية السعودية. فهذا التوجه حق الحكومة السعودية الرسمي اللي هو التطلع للتعاون مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وفيما يخص طيب هل أسمعنا بالندوة عم تحكوا على تعامل وتعاون عربي أكبر في المنطقة في حال طبعا استمر التراجع الأمريكي والدور الأمريكي في المنطقة؟ هو في الحقيقة هذا الأمر لا يعتمد على تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، لأنه تحصيل حاصل أن الدول العربية تجد نفسها كشقيقات وكتنعم بمصير واحد ولغة واحدة وفي الغالبية دين واحد وعرق واحد، أن يكون في بينها تلاحم أكبر مما هو حاصل الآن. وهذا من الأمور التي أعلنها الملك سلمان الله يسلمه في كل المناسبات التي تحدث فيها، اللي هو تطلعه أن العالم العربي يستطيع أن يلتحم حول بعضه. فهذا هذا تطلع وارد يعني. طب فيما يخص سوريا وهي يعني الأكثر حساسية اليوم وخطورة في المنطقة ودور إيران فيها طبعا، شو هو موقف المملكة العربية السعودية مع كل هذه التغيرات الحاصلة؟ المملكة وقفت
في السابق وتقف الآن وستقف في المستقبل مع الشعب السوري. وأنا كما ذكرت في اللقاء اللي حصل اليوم في معهد الشرق الأوسط هنا، أنا أستغرب أنه لا أحد يذكر الشعب السوري، العالم كله يذكر الدور الروسي، الدور الإيراني، الدور السعودي، الدور الأمريكي، بشار الأسد، لكن أين الشعب السوري؟ فلابد أنه المنظومة الدولية أنها تنظر إلى ما يحصل في الشعب السوري. الشعب السوري يغتال وتنتهك أعراضه ويسجن بمئات الألوف ويهجر بالملايين إن كان داخل سوريا أو خارجها، ويقصف يومياً من قبل النظام ومن قبل حلفاء النظام اللي هم روسيا وإيران، والعالم ينظر ولا يفعل شيء. هذا شيء ما هو مقبول، فلا بد من وضع حد لذلك. فاصل قصير ونعود معكم مشاهدينا، ابقوا معنا. نعود معكم مشاهدينا ومع تغطيتنا الخاصة لفعاليات الذكرى 70 لتأسيس مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في لقائنا الثاني سنتحدث مع لينا عطار، مؤسسة ومديرة مؤسسة كرم الإنسانية الإغاثية في سوريا. شكرا كثير لأعطائنا الوقت اليوم لينا عطار، أنت مؤسسة كرم بالولايات المتحدة. شكرا كثير. بدي أبدأ أول شيء تحكي لنا عن عملكم وعن البرنامج اللي عم تشتغلوا عليه هلا، يعني لمساعدة السوريين بشكل عام. مؤسسة كرم نحن موجودين بشيكاغو وفي عنا محلات تانية بأمريكا، في عنا أعضاء بكاليفورنيا وبباستن، بس شغلنا مركز على أنه نساعد السوريين المهجرين في تركيا، ونساعد كمان بالإغاثة بقلب سوريا. في عنا برامج كتيرة هي بتخص أكتر شيء التعليم والإغاثة للأطفال والعائلات السورية. طيب كمان عملت موضوع التعليم المبكر ومبادرة زيتونة وبرنامج كرم القيادة، احكي لنا عن هدول البرامج. هدول البرامج نحن بلشناهم ب 2013 بمدينة الريحانية، هي مدينة حدودية في تركيا على حدود سوريا، وبلشنا نشتغل مع المدارس السورية بتركيا انه ندخل نعمل برامج هي ثقافية إبداعية للأطفال، وبلش يتطور معنا هذا البرنامج. يعني بلشنا ببرنامج زيتونة كان هو للأطفال العمر الأصغر، بس مع مرور الوقت مع مرور استمرار الأزمة بلشنا نركز أكثر على الطلاب الشوي أكبر في العمر، لأنه شفنا أنه الحاجة للعمر 14-18 للسوريين الشباب والصبايا كتير محتاجين بهالمرحلة بالمساعدة، بالنسبة لأنه نقدر نطور تعليمهم وبنفس الوقت نحضرهم يا أما أنه يروحوا على الجامعات أو يقدروا يتمرنوا على مهارات ممكن هن يعني يلاقوا فيها بالمستقبل شغل، يعني شغل كويس، لأنه عم نشوف كتير من الطلاب السوريين من الأطفال للأكبر عم بيضطروا يشتغلوا بدل ما يروحوا على المدرسة. وهذا البرنامج بالنسبة لنا كتير مهم أنه نقدر نوقف يعني بأكثر قدر ممكن أنه الأطفال ما يكونوا عم بيشتغلوا بالشوارع بتركيا وبلبنان وبالأردن، ونحاول أنه ندعم العائلات ليقدروا هالأطفال يروحوا على المدرسة. طب برنامجكم يعني قطع الحدود لداخل سوريا ولا فقط بتركزوا على الأطفال السوريين خارج سوريا واللي لجأوا لخارج سوريا؟ نحن بالنسبة للدعم اللي عم نقدر نعمله بقلب سوريا بصراحة يعني ما وقفنا عن الدعم بقلب سوريا من وقت ما بلشت الثورة ب 2011. بالأول كنا نشتغل كتير إغاثة، وهلأ نشتغل إغاثة زائد أنه ندعم مدارس سورية بقلب سوريا. يعني عنا تقريباً 15 مدرسة هلأ نحن عم ندعمها بمنطقة إدلب، بمنطقة حلب، بمنطقة ريف دمشق، ندعم المدارس. وهن طبعاً يعني يلي عم بيديروا المدارس هن الناس على الأرض، مثل يعني جمعيات هي موجودة على الأرض من الناشطين يلي عم
عم بيشتغلوا هذا الشغل، ونحن بدون هالشغل المشارك مشارك للناس يلي على الأرض ما بنقدر نكمل هذا الشغل يلي بقلب سوريا. كل شغلنا وكل الجمعيات الإغاثية يلي هن برات سوريا يلي عم بيساعدوا عم بيشتغلوا بالمشاركة مع الناس يلي هن فعلا أبطال على الأرض، أبطال مجهولين يلي عم بيكملوا مع أنه هن عايشين تحت القصف وتحت الدمار، بيكملوا أنه بدهم أنه يركزوا على التعليم، يركزوا على أنه مساعدة العائلات. منساوي عنا 3 مراكز حليب لمساعدة الأمهات مع الأطفال. يعني بتعطوا حليب؟ نعطي حليب شهريا لمدة 3 سنين، نعمل برنامج الحليب للأطفال وللأمهات يلي عندهم يلي مولدانين جديد. هذول المشاريع كتير مهمة. المشاريع طبعا كتير كتير مهمة، بس وين المناطق اللي بتعملوا هيك شي فيها؟ يعني أكترية بالشمال وبريف دمشق. كان عنا شغل أكتر بمنطقة حمص. بالحالة هلا الموجوده يعني عم نضطر نشتغل وين عم نقدر ندخل تماما. وبالنسبه هذا هو اصعب شيء بالنسبه لنا هلا كجمعيه انه نشتغل بالاغاثه، هي انه للمناطق اللي ما بنقدر نوصلها. مثل هلا نحن هلا اليوم في عنا فوق 200,000 شخص محاصر بمنطقه حلب الشرقيه تماما، ما ممكن اي حدا يدخل ويساعد. وانا من حلب بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه لكرم فاونديشن بالنسبة لكثير سوريين، هذا بالنسبة لنا انه نسمع انه ما فينا ندخل نساعد اهلنا كثير كثير شعور صعب. واليوم عندنا اخبار سيئه انه عم نسمع عن مستشفى الاطفال اللي انقصف، مدارس عم تنقصف، القتل اللي عم بيستمر، العنف اللي عم بيستمر، وشغلنا عم بيصفي محدود بقلب سوريا على المناطق اللي بنقدر نوصلها، بس بنفس الوقت الخراب عم بيزيد كل يوم. طب بالنسبه بشكل عام بغض النظر عن قدرتكم على الوصول او عدم الوصول، بشكل عام هل هناك يعني مساعدات كافيه او منظمات كافيه عم تقدر تغطي الكم الهائل من العجز والنقص والمساعدات والاغاثات؟ لا ما في. يعني الأزمة السورية حجمها أكبر من أي أزمة إنسانية شفناها في العالم من الحرب العالمية الثانية، يعني هي الحقيقة. الأزمة حجمها عالمياً وحجمها خاصة بسوريا والدول المجاورة ما ممكن أي مؤسسة أو جمعية أو حتى دول إنه ممكن تكفي مساعدات للناس. مشان هيك لازم المجتمع الدولي ما يكون مركز بس على الإغاثة أو على المساعدة، أو هلأ عم نشوف حتى إنه بموضوع التطور لقدام أو الفكر لقدام ولا المستقبل، مفروض إنه أول شيء يصير هو إنه وقف العنف بسوريا، وقف القتل، وقف الدمار، وقف القصف، مشان نقدر نحن نبلش نبني. بس هلأ نحن واقفين بمرحلة إنه لا عم نقدر إنه نبني مزبوط ولا عم نقدر نساعد بالكمية الهائلة، وهذا هي الحالة اللي عم بتخلينا إنه نصل لحالة يأس تماما. طيب أنت تحتي على جنوب تركيا وشفتي بعينك، شو شفتي، شو المشاكل اللي عم تواجه السوريين اليوم حتى خارج سوريا؟ كنت أنا بجنوب تركيا تقريبا من شهر. دايما بنحب نكون على تواصل مع الأرض. هالسفرة اللي رحتها الشيء الحزين هو إنه شفت إنه السوريين والعائلات الحماسهم إنه للعودة ما بدي أقول إنه صار أقل، بس ما صار هذا أول شيء بيحكوا فيه. يعني حسيت إنه فعلا الناس حست إنه نحن موجودين برات بلدنا ولازم يعني يتقبل هاي الفكرة لهالمرحلة. كانوا بالسفرات القبل نشوف الحماس إنه يمكن بعد شهر شهرين 6 شهور إن شاء الله رح تنتهي الأزمة وممكن نرجع لبيوتنا. هلأ صرت أشوف إنه الناس بلشت إنه ترسم خريطة لمستقبلهم، مستقبل أولادهم، مستقبل عائلتهم، وهذا شيء طبيعي بعد 5 سنين ونص. بس بنفس الوقت كسورية كتير بزعل إنه وصلنا لهالمرحلة، إنه خلينا هالناس يعني إنه تخيب أملهم
وانه حسيت انه هذا الشعور لازم شوي يعني انه نقدر الناس اللي من برات الجو ندخل ونحاول نحمسهم على لا في مستقبل افضل لكم ولعائلتكم ولاولادكم. شو في مشاكل تانية بيواجهوها السوريين بشكل عام؟ مثلا موضوع يعني سمعت عن حادثة صارت مع شاب سوري انه مشافي بجنوب تركيا ما رضيوا انهم يطبوا له جرح. عم تصير يعني هل السوريين مثلا بتركيا اللي هي من افضل المناطق بالنسبة لهم هل يعني عم يحسوا فيها انه هن ببيوتهم في استقرار ام هناك رفض من المجتمع التركي تجاه السوريين اليوم؟ يعني هو في مشاكل كثيرة، أهم مشاكل هي مشكلة التعليم ومشكلة إنه يكون عندهم إنه يقدروا يشتغلوا. هاي يعني مش مشكلتين، يعني وقت العائلة السورية إنه ما عم بيقدروا يشتغلوا شغل إنه يقدروا هن يكفوا ويدعموا عائلتهم، ووقت ما في مدارس كافية أو مدارس يلي عم تقدم تعليم مناسب لأطفالهم حتى بتركيا برات المخيمات خارج المخيمات، لأنه نحن لازم نتذكر إنه أكبر نسبة من الناس المهجرين بتركيا وبلبنان وبالأردن هن برات المخيمات. تماماً. يعني بتركيا في عنا فوق المليونين مليونين مهجر، بس في عنا 300,000 سوري عايشين بالمخيمات الرسمية اللي هن إنه بتواجد عندهم المدارس وال يعني كل التأمينات. بس يعني 1,700,000 سوري على الأقل، والعدد يمكن أكبر من هيك بكتير، هن برات المخيمات. هل بهالناس ما بيقدروا يلاقوا طريقة إنه يشتغلوا بشكل رسمي؟ أولادهم هلأ بالمدارس ممنوع الشغل بالنسبة لهم؟ في ناس عنده عم تجيهم رخصة شغل بس قليل. يعني الأزمة صارت كتير كبيرة على الدول المجاورة ليقدروا يستوعبوا، وطولت. طب المدارس ليه؟ شو هي مشكلة المدارس؟ ليه ما بيقدر الطفل السوري يسجل مثلا بمدرسة تركية؟ هلأ بلشوا، هلأ هالسنة بلشت الحكومة التركية تدخل الطلاب على المدارس التركية. بلشوا بالصف الأول والخامس والتاسع. خلال 4 سنين البرنامج إنه الخطة رح تكون إنه كل الطلاب السوريين بتركيا رح يكونوا بالمدارس التركية. يعني هاي خطوة كتير كويسة بالنسبة للمستقبل طلاب السوريين. تمام. بس انه كمان لا تتوقعي انه صار لهم في منهم هالاطفال صار لهم برات المدرسه 5 سنين 4 سنين، يعني الخطوه شوي تاخرت. في تاخر في التعليم وفي يعني ما في برامج بالنسبه للاجئين بشكل عام بالدول المجاوره باوروبا وحتى يعني بكندا وامريكا، ما في برامج خاصه يعني للطفل اللاجئ لنقدر مثلا انه يلتحق بصفه الطبيعي لنشتغل بالدعم النفسي خصوصا بلبنان وبالاردن. يعني أسوأ الوضع من تركيا بلبنان وبالاردن بشكل عام أسوأ لانه الضغط اكبر. بس الفرق هو انه وقت واحد بيكون ببلد عربي انه ممكن يدخلوا في المدارس اللبنانيه والاردنيه انه التاقلم رح يكون اسهل. يعني كل بلد فيها مشاكل وفيها يعني شغلات ايجابيه وسلبيه، بس بشكل عام العائله السوريه كثير مظلومه بهالوقت. شغلة من الشغلات اللي نحن هلأ عم نركز عليها بمؤسستنا هو برنامج عم بلشه من جديد بالريحانية، هو اسمه بيت كرم. وهذا البيت رح عم نأسسه إنه مثل هو مركز إبداعي للطلاب السوريين بالريحانية، وإن شاء الله رح نبني بيت كرم تاني باسطنبول، ورح يكون للبنات والشباب العمر 14-18 ليقدروا إنه يدخلوا على البيت كرم ويقدروا يكفوا تعليم إبداعي، تعليم بالرياضيات بالعلوم للاختصاصات أكثر. للاختصاصات بالصحافة بالبرمجة بكل أنواع المهارات الجديدة اللي ممكن هن يبنوا مستقبلهم فيها. تماما، ساعدهم بشغل معين بعمل بمهنة. طيب كمان عندك مبادرة خاصة لحماية السوريين من البحر أو الغرق، احكي لنا عن هي المبادرة كمان. نحن مبادرتنا بالنسبة لنا إنه نساعد العائلات السورية بتركيا إنه قبل مرحلة إنه يضطروا يروحوا على البحر. هذا الشيء كتير مهم، إنه ما ممكن إنه حدا يحط أولاده بخطر الغرق لولا إنه وصل اليأس، حد اليأس لعندهم إنه ما عندهم أمل غير هالطريق.
نحن كسوريين شفنا هذيك السنة الطفل آلان كردي وتغرق بتركيا، أجانا يعني إقبال كتير كبير من الأمريكان هون إنه لدعم الأطفال السوريين ودعمهم بإنه طريقهم لأوروبا، ونحن منشوف بالعكس إنه نحن لازم ندعم العائلات وهن الموجودين أقرب شيء لسوريا ممكن إنه ما يعملوا هذا الاختيار من الأول إنه يطلعوا على هذا القارب ويحطوا عائلتهم بخطر، لأنه ما في حدا بيريد يروح بهالطريق. طب كيف هاي المبادرة، يعني كيف الآلية للعمل على هاي المبادرة؟ الآلية هي إنه ندعم العائلات بالريحانية بدعم مادي على الشرط إنه يبعثوا أولادهم للمدرسة. تماماً. هاي الفكرة. والفكرة هلأ عم نديرها مع فريق بالريحانية، فريق كلهم من سوريين. وبلشنا نحن بثلاث عائلات، هلأ صار عنا فوق 70 عائلة. هاي العائلات بيجيهم دعم شهري، أطفالهم كلهم بيروحوا على المدرسة، ما في حدا بيشتغل، والتغيير اللي بتصير للعائلة تغيير يعني إنه مباشر. رأساً بتصير العائلة ترتاح، الأطفال بنبسطوا. وهلأ صلنا هالبرنامج شغلين عليه تقريباً 18 شهر، وبلشنا كمان ندعم عائلات بإسطنبول كمان. طيب شو شرط الأسرة هي إنه لحتى تقبلوا أنتوا تكون ضمن هذا البرنامج؟ شو هي المواصفات اللي بتطلبوها للعائلة؟ المواصفات يعني لازم تكون شغلتين، اولا انه هن هالعائلة انه هن مهتمين بالتعليم وما هن قدرانين يعلموا اولادهم، وانه هن قبلانين انه اولادهم ما يشتغلوا، هالشغلتين. اذا نحن عندنا عائلة انه هن متقبلين هالوضع ورايدين انه اولادهم يروحوا على المدرسة، نحن ندعمهم. تمام. وانه هذا الشيء يعني بالنسبة لنا صار بالمجتمع الريحانية، صرنا معروفين بهذا البرنامج، وانه يعني هو برنامج كتير خاص بالنسبة لي. وقت بتتخلي ونحن منزور العائلات بنفسنا منزورهم، وانه منحس انه يعني عم نساعد الناس بطريقة يلي هن مانن قدرانين بسبب وضعهم يعني بعد 5 سنين من اللجوء، انه مانن قدرانين يعلموا اولادهم. وهذا يعني يعني من كل حق كل ولد انه يروح على المدرسه، كل طفل لازم يروح على المدرسه. وبتقدري انه تدخلي تساعديهم وتقولي لهم هالطفل اللي عم بيشتغل، في منهم شفناهم اطفال بعمر 8-9 سنين عم بيشتغلوا 12 ساعه باليوم وما عم بيروحوا على المدرسه، يروحوا على المدرسه بيصير تغيير مباشر. وانا شفت وقت كنت هلا بالريحانيه كنت بالصدفه عم بزور مدرسه، نحن بنساعد هالمدرسه اسمها مدرسه السلام، وكنت برا وقت عم بيرجعوا الباصات على البيت، وشفت ولد اسمه سليمان، وتعرفنا على سليمان من سنه ونص، كان عمره 13 سنه، كان يشتغل 12 ساعه بالنهار بالكازيه، وكان منه رايح على المدرسه 4 سنين. بلشنا ندعم عائلته وبلش يروح على المدرسة، وبلش هو بشيء اسمه صف تمهيدي، وان يلي هو بمهد انه يرجع يقدر يكمل دراسته يلي هو فقدها بهالسنين. هلا وقت شفته لسليمان قال لي انه بعد شهر رح يدخل صف 10 مع الطلاب يلي هن بعمره. يعني قدر يلحق عمره. وقدرنا انه ننقذه من انه يكون كان عم بيشتغل وما كان مستحيل انه يكمل تعليمه. هلا بجوز سليمان يروح على الجامعة. طب هيك مبادرات مثلا يعني حلوة كتير، بس التمويل، موضوع التمويل كتير صعب. كيف عم تقدروا تجيبوا تمويل؟ نحن الحمد لله عم بيجينا تمويل من أشخاص ومن أفراد، أكتريتهم هون بأمريكا، يعني خليط بين الناس السوريين والعرب والأمريكان. يعني لحد هلأ يعني الحمد لله ماشي الحال، بس هو طبعا أنه دائما بلزم تمويل أكتر لهيك برامج طبعا لتقدروا تستمروا أو تعطوا ناس أكتر هيك فرص. طب أنتوا هلأ اليوم بالميدل إيست إنستيتوت، مؤسسة الشرق الأوسط اللي بذكرها 70، شو دوركم؟ يعني عملت علاقات عامة ويعني بس إنه لكم وجود هون؟ يعني كان عندي امبارحة إنه كان عندي الشرف إنه أعطي جائزة الفيجنري أورد لرائد الصالح، الرؤية، جائزة الرؤية لرائد الصالح رئيس الدفاع المدني السوري. تمام. بقدمت له الجائزة إنه ونحن يعني فخر إلنا إنه ندعم الدفاع المدني السوري، هن أبطالنا على الأرض. كرم فاونديشن ندعم دائما الدفاع المدني السوري ونساعدهم بأي طريقة إنسانية يلي بنقدر عليه.
واليومك عندي هلا بانل مع يعني بموضوع سوريا والرؤية للمستقبل. حلو كتير. كده ما كتبتي مقالة أنت عن موضوع إنه إغلاق سوريا اللي بقى الاتفاق النووي عائما، حكي لي عن هاي الفكرة اللي كتبتي عنها. هاي الفكرة أجت إنه من أكثر من سنة وصار اتفاق بين أمريكا وإيران. نحن يعني وضعنا كسوريين أمريكان هون شفنا في كتير نقص من الرئيس أوباما تجاه سوريا، ونقص كتير كتير كبير بأنه ما قدر يوقف مع الشعب السوري بما طلبه بالحرية والكرامة، وعد وعود كتيرة خاصة بعد ضربة الكيماوي والخط الأحمر يلي ما كمل فيهم، وشفنا نتيجة هالشي إنه كمل القصف والكيماوي وتدخل هلأ الروسي شفنا من بعدها. وأنا شفت إنه هالاتفاقية يعني صارت اتفاقية أمريكا وإيران على حساب سوريا على حساب الشعب السوري، على دم الشعب السوري. هذا هو تقييمك؟ يعني شو تقييمك لإدارة باراك أوباما هلأ بما أنه انتهت تقريباً فترة حكمه للولايات المتحدة بما يعني يخص السياسات الخارجية؟ طبعاً بما يخص السياسات الخارجية تقييمي طبعاً كسورية أنه كان فاشل، يعني فشل كتير كبير بالنسبة لسوريا وبالنسبة للشرق الأوسط. ما شفنا منه الإنسانية اللي نحن كنا متوقعين منه وتبلش بال 2008. أنا كنت من الناس اللي كنت كتير متفائلة بباراك أوباما وبرسالته بالتغيير والأمل بال 2008، وكان مو ممكن إذا قلتي لي بال 2008 إنه ممكن يصير خراب سوريا بوجود باراك أوباما كرئيس، كان مو ممكن أصدق. فباراك أوباما بالنسبة لي خيبة أمل كتير كتير كبيرة. بس بالنسبة لسياسته الداخلية هلأ بوجود إنه جاي دونالد ترامب، يعني إنه طبعاً هذا كمان شيء، يعني رايحين من شيء سيء لأسوأ، ورايحين على غموض كامل بالنسبة للسياسة الخارجية والسياسة الداخلية. يعني كان بالنسبة لنا على قليلة باراك أوباما داخل أمريكا إنه كان رئيس محترم، شخصية محترمة، عائلة محترمة بالبيت الأبيض، ويعني الطرف الأمريكي مني كان عندي فخر فيه كرئيس أمريكي. بس هلأ مع دونالد ترامب داخلين على حالة غموض كامل، ومع شخص يعني لا يليق بالبيت الأبيض. بس هو صار واقع، كيف حتتعاملوا معه كمنظمات ومؤسسات سورية أمريكية كرئيس أمريكي جديد؟ يعني عندكم خطط للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ يعني نحن مضطرين إنه نتعامل مع كل شخص ممكن إنه يسمع صوتنا، صوتنا اللي نحن منوصل هالصوت يعني من أجل سوريا. بس أنا متوقع إنه هذا إنه نحن ما صوتنا ما رح ينسمع من الأصل على الطريقة اللي هو كان ماشي فيها بالكامبين. بس إنه كمؤسسة خيرية مؤسسة إغاثية نحن منريد نطالب بإنه ما يوقف الدعم الأمريكي للإغاثة بقلب سوريا، وهذا الشيء خايفين منه كثير، لأنه في مو مؤسسة كرم بس في مؤسسات وجمعيات على الأرض بيجيون دعم من أمريكا لشغلهم. إذا توقف هذا الدعم ممكن يوقف شغل كثير بقلب سوريا من USAID ومنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة. هذا راح يعني يساوي يعني إنه صدى كتير كبير على الأرض. هذا الشيء ما منريد يوقف، وبنفس الوقت ما منريد يتوقف إنه الدعم من أجل اللاجئين بالنسبة للاجئين لأمريكا. تمام، أنا كنت أسألك على الموضوع. طب يعني كيف حتتعامل على موضوع توقف يعني طبعاً إنه استقبال أي لاجئين سوريين؟ طبعاً نحن ننوه لموضوع إنه برنامج باراك أوباما هو بالحقيقة ما كان فيه هالأرقام المرتفعة أصلاً، وحتى كوصول للاجئين يعني ما وصل شيء من 10,000 المقترحين. فإنه نحن حنوصل، يعني هل هو فعلاً أسوأ بكتير
اللي عم بيقوله دونالد ترامب، عدم وجود أو وصول لاجئين، أم أنه نحن مثلاً فعلاً بالأصل حتى كانت تحت إدارة باراك أوباما الوضع سيء أساساً؟ من 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 الأصل سيء جداً. أظن هلأ صرنا رقم يمكن عنا 14,000 لاجئ سوري بأمريكا، عدد كتير قليل بالنسبة للخمس ملايين اللي هن برات سوريا. بس ما في 14,000 من ضمنهم لاجئين لجوا قبل الثورة السورية؟ لا كلهم على بعض، على مع مع آخر شيء أجوا كتير آخر بس هالصيفية مشان يلحق لرقم العشرة آلاف. بس هل 14,000 ما بدنا هون يرجعوا؟ يعني الشيء اللي عم بيحكي دونالد ترامب أنا ما بشوف إنه راح يغير كلامه عن اللاجئين، لأنه يعني عم بيحكي إنه يطالع فوق المليونين شخص من أمريكا هلأ. أنا وبشوف إنه موضوع السوري بشكل عام ما رح يكون من اهتماماته للرئيس الجديد. بس يعني ما في عنا طريقة غير إنه نحاول نكمل نوصل صوتنا ونمشي بطريقنا. أنتوا سمعتوا على إنه دونالد ترامب قال حيوقف المعونات الأمريكية الإنسانية؟ يعني هو كان في هيك تعليقات أو تصريحات لإله، ولا الحكي كان فقط عن اللاجئين؟ نحن ما سمعنا، بس هذول من مخاوف الناس. مخاوف الناس انه هو ما عاد يهتم بهال يعني المصاريف الخارجيه بشكل عام، يعني مو عن قصد بس سوريا، بس بشكل عام هو مهتم انه بالسياسه الداخليه، بانه يحسن بامريكا ويوقف هالشيء الدعم يلي خارج امريكا. هو شخص يعني انه بيحب يطلع بس لجوا، يطلع على نفسه، يعني كثير عنده هو يعني ايجو كبير، تمام، ما عنده انه يعني رؤيه لبرات امريكا. من هالنظره خايف، في ناس كثير خايفين من القرارات الجايه. كيفك عندكم خطه كمؤسسات بشكل عام كيف تتعامل مع الاداره، وشو هي اليه تعاملكم بشكل عام حتى مع الاداره الحاليه؟ يعني شو هي اليه التعامل والتواصل مع الادارات الحاكمه بالولايات المتحده؟ نحن كان يعني جمعية كرم ما عنا يعني تواصل مباشر مع الإدارة، بس في جمعيات يعني ومؤسسات يلي هن عم بيشتغلوا أكثر بالسياسة، هن عندهم تواصل، يعني عندهم تواصل مع الإدارة بإدارة أوباما، مع وزارة الخارجية، مع الأمم المتحدة. بس يعني بشكل عام يعني شفنا إنه حتى من هالإدارة يعني ما إنه كتير قدرنا نساوي شيء، لأنه بالأخير القرارات اللي عم تجي هي إنه سوريا عفوا على طرف وخلونا نحارب الإرهاب، وما إذا تدخلنا رح تصير الحالة أسوأ، وكل ما الحالة تصير أسوأ يقولوا إذا تدخلنا بتصير أسوأ من هيك. ويعني هلأ وصلنا لمرحلة إنه يعني ممكن نقول إنه شو رح يصير أسوأ بسوريا من الشيء صاير هلأ. تماماً، يعني كده إذا كان السؤال لنا إنه كتير في ناس تقلوا مثلاً بباراك أوباما وكانت النتيجة سيئة لسوريا، الناس اللي متشائمين من دونالد ترامب، ممكن تكون يعني إدارة جديدة مع سياسة كمان معاكسة للتوقعات مثل ما يعني ممكن يعني مع دونالد الأمان. مع دونالد ترامب يعني الشيء اللي العكس أوباما، لأن أوباما يعني مثل ما هو ما بتغير تماما، ترامب ما بتعرفي إيش رح يجي، يمكن يكون يعني غير متوقع. هلأ في شغلة صارت مثل ما حكيتي على إعلان كردي وعمران، إنه الرأي العام بالعالم بيضغط على الحكومات بشكل عام، وفي يعني صورة عمران لوحدها قدرت كمان تهز الرأي العالمي. شو بتقدر المنظمات السورية الأمريكية والمنظمات الإنسانية بشكل عام بأمريكا أنهم يعملوا على هذا الموضوع لحتى يعني يقدروا يوصلوا صورة اللي عم بيصير بسوريا بدون ما تكون الصور طبعا مؤذية بشكل أنه المشاهد الأمريكي المواطن الأمريكي ما بده يشوفها أساسا؟ كثير هي شغلة كثير مهمة بالنسبة لنا كسوريين، إنه لازم ننتبه بالنسبة لشغلنا بالإعلام وبشغلنا على يعني على الفيسبوك والتويتر والتواصل الاجتماعي. كثير مهم إنه الصورة بتغير فكر، شفناه مع إعلان، شفناه مع عمران. صورة عمران أثرت في كل العالم. المشكلة هي إنه نحن بهالوقت الحالي بالعالم إنه انتباه الناس لمدة لحظات،
يعني بيبكوا اليوم وبكره بنسوا سوريا، بيضطروا انه بدنا صوره جديده انه نقدر ناثر في العالم. تمام. صوره مثل صوره عمران اللي هي تنتشر يعني انتشار كثير كبير بشكل كثير سريع، حسيت انه يعني نحن كسوريين حسيت نحن صرنا بلد انه ننتج هيك صور، ننتج هيك قصص، وكل ما بتصير صوره جديده الصوره اللي بعدها لسه لازم تكون أسوأ لنقدر ناثر في الناس. وبالاخير بنسوا انه نحن كل يوم في عنا 1000 صورة من مثل صور عمران، يعني عمران هو من الأطفال يلي نجوا من القصف، أخوه مات. وهذا الشيء بالنسبة لي كثير بشوف فيها صعوبة، إنه صورنا وقصصنا كسوريين أوقات هلا أنا بسمع قصص ما بحكيها، ما بحكي، بحس إنه إذا ما رح يكون في تغيير جذري من الشخص اللي أنا بحكي قدامه، بقول إنه يمكن قصصنا السورية خليها لإلنا بشكل خاص، إنه ما بيستاهلوا الناس يسمعوا الشيء اللي إحنا عم نعدي فيه بعد 5 سنين ونص من المعاناة، و إنه ما عاد حسيتي في نتيجة، ما في نتيجة، لو قلتي ما في نتيجة. بأخير نحكي القصة لبعضنا ونبكي كسوريين ونخلي كرامتنا لإلنا. طيب كنهاية شو بتحبي توجهي رسالة كمنظمة يعني كرام أو مؤسسة كرام، ويعني بشكل عام إنه شو آمالكم بالمرحلة الجاية؟ يعني الآمال، يعني صرنا بوضع إنه صعب نلاقي الأمل بسوريا، صعب، بس ما بنقدر نوقف الأمل. ما بنقدر نوقف الشغل، ما بنقدر نوقف انه نخدم الناس وخاصه الاطفال. انا وقت بسافر لتركيا وبكون مع السوريين مع اهلي بحس انه هذا هو الامل، كل طفل بنقدر نرجعه للمدرسه، كل طفل بينجح مثل سليمان، كل طفل بنقدر انه نساعده بدعم نفسي، كل ام بنقدر نساعدها ببدنش ومعره النعمان وجسر الشغور، انه هي بتعرف انه هي الحليب جاهز لها كل شهر بدون انقطاع. كل طالب نقدر نخليه يدخل الجامعة، بالنسبة لإلنا هذه كل شغلة بذرة نحن عم نزرعها، وبعدين نشوف إيش بيصير لقدام. يعني في كتير شغلات نحن كسوريين لازم نعرف إنه في كتير 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 شغلات أكبر منا وبرات إيدنا، بس هالشغلات لكل شخص ممكن يعملها، كل شخص ممكن يدعم طفل، كل شخص ممكن يدعم طالب جامعة، كل شخص ممكن يدعم، إذا أنتوا هون بأمريكا يعني السوريين بأمريكا كل شخص منكم تقدروا تلاقوا عائلة سورية قريبة منكم إنه تساعدون، إنه تكونوا بس معهم دعم نفسي. هذا الشيء كتير مهم، وهذا الشيء يعني واجب علينا ما نوقفه أبدا. شكرا كتير لك لينا، وبتمنى لكم شكرا شكرا كتير كتير. كانت هذه حلقتنا لليوم، أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا، ألقاكم الأسبوع المقبل في موعدنا نفسه، دمتم في رعاية الله.